بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء والله هو سلمان الفرج ما تمشي يخلي مكان كبير معناتها في المنتخب السعودي كتوجيهين ولا كلاعب، حتى في اللعب معناتها هو الممول الرئيسي للفرقة ككل، لاعب معناتها ممتاز اليوم يفتقدوا المنتخب السعودي. رينار معناتها عارف كل كبيرة كل صغيرة للمنتخب السعودي، عارف الإمكانيات اللاعبين الموجودين، واللي مش يعوض سلمان معناتها قادر باش يعطي 1000% في المباراة هذه. احمد معناتها حلل كثير حاجات كويسه، ما انا نقول معناتها في المباراه هي صعبه، مباراه بولندا اصعب من مباراه الارجنتين. ان شاء الله المنتخب السعودي معناتها يدخل بالافكار اللي اخذها مع المدرب نتاعو، يكون معناتها متقارب الخطوط زي ملعب مباراه الارجنتين. هذولي مباراه بولندا مش تلعب صح، فريق معناتها متمركز صح ويعرف يلعب كوره اوكي، مي لما تكون انت معناتها الخطوط نتاعك متقاربه وتكون ضاغط على الخصم نتاعك تقدر تروح البعيد. واحنا نلعب اكثر شيء المنتخب السعودي كي شفناه المباراه الاخيره معناتها كان الخطوط نتاعه متقاربه ويلعب على الغلطه، تغلط يضربك. وهذا الحاجه الايجابيه في المنتخب السعودي ونجح فيها صلاح الشاهلي لما راح اخذ ثقه في النفس وسجل الهدف، كذلك زاد نفس الشيء في الهدف الثاني. معناتها المنتخب السعودي معناتها قدم في الشوط الثاني راح معناتها للمنافس المنتخب الارجنتيني وبالرغم القوه اللي موجوده عنده وراح نفسه وسجل الهدف الثاني. احنا ما نقولوش اللي كون المنتخب السعودي صح نلعبوا ضد بولندا ضد فريق كبير معناتها خلينا نقولوا كبير باش نكون معناتها المنتخب السعودي ما يدخلش في استسهال المنافس نتاعو، خاطر المنافس صعب ينجم في مرتده في غلطه في تمركز ينجم يضربك، اما يلزمك تكون دائما الخطوط متقاربه دائما زي ما عودنا المباراه الاخيره. ان شاء الله معناتها يكونوا متكتف متجانس ونفس الخطوط معناتها تكون ممتازه ونلعبوا على غلطه المنافس على خاطر المنافس يخلي مساحات، المنافس البولندي يخلي مساحات للفريق الخصم، وهذا نحاولوا باش نحن ان شاء الله المنتخب السعودي يدارك ويعرف النقاط الضعف نتاع الفريق الخصم، وان شاء الله معناتها يكون التسجيل انا نقول ان شاء الله تكون التسجيل المنتخب السعودي في اول ربع ساعه باش يخليه يلعب باريحيه كبيره وما يقعدش يجري على النتيجه، خاطر كي تقبل انت تولي فما امور اخرى. ان شاء الله بحول الله المنتخب السعودي قادر باش يروح لبعيد في المنافسه هذه، وان شاء الله معناتها يكون في المقابله يكون جاهز بهذا معنى الكلمه. ان شاء الله.